بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، لا يأكلون معها ولا يسكنون معها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يجوز الأكل مع المرأة الحائض والنوم بجوارها، ويجوز تقبيلها، وإنما المحرم هو الجماع. الجماع محرم، لا يجوز أن تجامعها وهي حائض، ولكن تأكل معها، تشرب معها، تنام معها، تقبلها، كل هذا جائز، إنما المحرم هو الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يدع يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهم؟ فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. رواه مسلم رحمه الله من حديث حماد بن سلمة. أسيد بن حضير وعباد بن بشر أراد إغاظة اليهود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، لأن الله حرم الجماع، الجماع محرم، أما الأكل والشرب والنوم بجوارها وتقبيلها جائز، لكن الجماع محرم. فقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج، اجتنب الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع.
ولهذا ذهب كثير من العلماء رحمهم الله أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، يجوز أن تلصق جسدك بجسدها، لكن الجماع هو المحرم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً، يعني غطى الفرج وألصق جسده بجسدها، فالجماع هو المحرم. وقال أبو داود رحمه الله أيضاً: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمه له أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود رحمه الله: تعني مسجد بيتها، عن المكان الذي يصلي في بيتها. ومن صرف حتى غلبتني عيني، يعني نامت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأوجعه البرد، كان الوقت براد، فقال: أدني مني، أي أقربي مني، فقلت: إني حائض. فقال: اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه، أي طأطأت نفسي عليه حتى دفئ، أي ذهب عنه البرد، ونام صلى الله عليه وسلم. فيجوز الأكل مع الحائض والشرب مع الحائض وإلصاق الجسد بجسدها، وإنما المحرم هو الفرج. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: أبو عائشة مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك، لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لكن من وراء حجاب. إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. الجماع هو المحرم. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، فالجماع هو المحرم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وعكرمة رحمهم الله. وروى ابن جرير رحمه الله أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون ابن مهران عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له: ما فوق الإزار، يعني النصف الأعلى يلصق جسده بجسدها، اجتنب الفرج. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف، يعني يضطجع جنبها ويأكل معها، كل ذلك جائز، إنما الممنوع هو الفرج الجماع.
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، فيدها وجسدها طاهر، تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض، أن يتكئ على فخذها وهي حائض، فيقرأ القرآن. وفي الصحيح رحمه الله عنها قالت: كنت أتعرق العرق، يعني أخذ العظم الذي عليه اللحم وأخذ بأسناني، كنت أتعرق العرق، يعني أخذ بأسناني من العظم الذي عليه اللحم وأنا حائض، وأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي في العظم من اللحم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه صلوات الله وسلامه عليه، ففمها طاهر وجسدها طاهر والنوى الحيض في محله، فالجماع هو المحرم. وأشرب الشراب وأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن جابر بن صبح، سمعت خلاس الهجري قال: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وإني حائض طامث. الشعار اللحاف، اللحاف واحد تتغطى هي والرسول صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فإن أصابه مني شيء، يعني أصاب من الدم شيء، غسل مكانه، أي غسل ذلك المكان، لم يعده، أي لم يتجاوز ذلك المكان، وإن أصاب يعني ثوبه شيء، غسل مكانه لم يعده، يعني ما زاد على ذلك المكان الذي فيه الدم، وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. فأما ما رواه أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال، يعني عن الفراش، على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول، أي هذا الخبر محمول على التنزه والاحتياط لا على التحريم، فيجوز النوم مع الحائض، وإنما الذي يحرم هو الجماع. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، يعني النصف الأعلى من الجسد، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، تتزر والنصف الأعلى يلصق جسده بجسدها والنصف الأسفل لابس إزار، فالجماع هو المحرم. وهذا لفظ البخاري رحمه الله، ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، أن النصف الأعلى تلصق جسدك بجسدها وتجتنب الجماع.
ولأبي داود رحمه الله أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، يعني نصف الأعلى، تلصق جسدك بجسدها وتجتنب الجماع، والتعفف عن ذلك أفضل، يعني الاحتياط واجتناب الخطر أفضل. وهو رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما تقدم، وابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، وشريح رحمهم الله. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أن حريم الفرج يعني ما حوله وهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه. إذا جامع وهي حائض فقد أثم، ارتكب إثماً فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما نعم، إذا جامع امرأته وهي حائض عليه أن يستغفر الله وعليه كفارة، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، الذي جامع امرأته وهي حائض فإن كان في أول الأيام الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، دينار من ذهب وهو 10 دراهم، وإذا كان في الأيام الأخيرة نصف دينار، كفارة لما وقع منه وهو الجماع وهي حائض. وفي لفظ للترمذي رحمه الله: إذا كان دما أحمر فدينار، فدينار يعني في الأيام الأولى، وإن كان دما أصفر فنصف دينار يعني في الأيام الأخيرة. فلا يجوز الجماع في حيثية وقت الحيض، وإن وقع فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويدفع الكفارة. إن كان في الأيام الأولى فعليه دينار، والدينار من الذهب قدر 10 دراهم، وإذا كان في الأيام الأخيرة نصف دينار. وللإمام أحمد رحمه الله أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله، وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا أي من الصحابي، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فلا يجوز للمسلم أن يجامع امرأته وهي حائض. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع الدم. وقد قال به طائفة من السلف رحمهم الله، قال القرطبي رحمه الله، وقال مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن بأن تتوضأ. على كل حال لا يجوز حتى تغتسل.
وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الجماع بعد كل حيض، ولكن مباح. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، يعني أمر بعد النهي، نهى عن إتيانها وهي حائض ثم أذن في إتيانها بعد الطهر، فالأمر ليس للوجوب هنا وإنما للإباحة. ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجباً فواجب، فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحاً فمباح إذا كان الأمر قبل ذلك واجب، فيكون الأمر به بعد ذلك للند أو للإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، لأنه حرم الصيد للمحرم، فإذا تحلل من الإحرام وتم النسك أباح الصياد. وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا صليت الجمعة وتمت الصلاة اطلب الرزق من الله. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي رحمه الله وغيره، واختاره بعض أئمة المتأخرين رحمهم الله، وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرط، يعني إذا لم تجد الماء. إلا يحيى بن بكير من المالكية رحمه الله، وهو أحد الشيوخ البخاري رحمه الله، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ولكن الله تعالى قال: فإذا تطهرت، فإذا تطهرنا، يعني بعد الغسل. ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي رحمه الله عن مجاهد وعكرمة عن طاووس رحمهم الله كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل فيها ويدخل عليها وقت الصلاة إلا أن تكون دمثة، يعني متلوثة، فيدخل بمجرد انقطاعه، والله أعلم. على كل حال، إذا انقطع الدم لا بد أن تغتسل، فيباح الجماع بعد أن تغتسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يطهرن، أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، يعني الغسل. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله، لا بد أن تتطهر وتغتسل. وقوله تعالى: من حيث أمركم الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله وغير واحد: يعني الفرج، من حيث أمركم الله يعني الفرج، أما الدبر حرام، لا يجوز إتيان المرأة في الدبر، من حيث أمركم الله يعني في الفرج محل الزرع، ولا تعدوه، أي لا تتجاوز الفرج إلى غيره، ومن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى، فالله أباح لك فرجها بالجماع لا الدبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهم الله: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أن تعتزلهن، وفيه دلالة حينئذ
على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. الدبر حرام، لا يجوز للرجل أن يجامع في الدبر. الدبر نجاسة، محل الغائط، ولا يفعله إلا من لا خير فيه. وقال أبو رزين رحمه الله: عكرمة والضحاك وغير واحد، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض، غير حيض. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائط أو في غير المأتى عن الدبر، فإنه حرام. وقوله: نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرث موضع الولد، يعني الجماع في الفرج، وأما الدبر فهو حرام. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، يعني في الفرج، كما ثبتت بذلك الأحاديث. يعني جامع زوجتك كيف شئت، من وراء، من قدام، على جنب، كيف شئت، لكن في الفرج لا في الدبر. وقوله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. اليهود يقولون: إذا جامعها من ورائها، يعني في الفرج لكن من وراء، يقول يكون الولد أحول، هكذا اليهود قالوا. فنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، من قدام، من وراء، المهم في الفرج لا في الدبر. ورواه داود من حديث سفيان الثوري به رحمه الله. فالله كذب اليهود، فإذا جامعها من وراء في الفرج لا بأس بذلك، إنما المحرم الدبر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من قدام، من وراء، من جنب، كيف شئت، إنما في الفرج لا في الدبر. قال ابن جريج رحمه الله في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة، مقبلة أي من أمام، ومدبرة أي من خلف، إذا كان ذلك في الفرج لا في الدبر. وفي حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر. قال: حرثك، إيت حرثك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت. ضرب الوجه محرم، ولا تقبح أي لا تقول قبحك الله، لا تقول هذا، ولا تهجر إلا في المبيت، يعني إذا أردت أن تؤدبها لا تنم بجنبها حتى تتأدب، لا أنك تخرج وتذهب من البيت، إنما تهجرها في نفس المبيت، في نفس الفراش. الحديث رواه أحمد وأهل السنن رحمهم الله. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حنش ابن عبد الله
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس من حمير، من قبيلة حمير، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أجب النساء، فكيف ترى في ذلك؟ يعني يأتيها من وراء يضجعها على وجهها ويجامعها، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. كل ذلك جائز، من وراء، من أمام، من جنب، المهم يكون في الفرج لا في الدبر. حديث آخر قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الحديث، هذا عنوان الكتاب: حدثنا أحمد بن داود ابن موسى، حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً أصاب امرأة في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في الفرج، أما الدبر فحرام. ورواه ابن جرير عن يونس بن وعن يعقوب به. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابق قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فقلت: إني سائلك عن أمر، وإني أستحي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء بأدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته، أي جامعها من خلف لكن في الفرج، كان الولد أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فجاءت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت، فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، سماما واحدا، يعني في الفرج، من وراء، من قدام، من جنب، المهم يكون في الفرج لا في الدبر. ورواه الترمذي رحمه الله عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم به، وقال حسن. قلت: وقد روي من طريق حماد من أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية، يعني يضجعها على وجهها ويجامعها لكن في الفرج ومستقبلة، فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان في صمام واحد، يعني في الفرج. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر، يعني من أمام أو من خلف لكن في الفرج.
واتق الدبر والحيضة، أي اجتنب الدبر واجتنب الجماع في الحيض. رواه الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به، وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثنا الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتها على كل حال إذا كان في الفرج، إذا كان في الفرج من وراء من أمام من جنب لا بأس، المهم في الفرج لا في الدبر. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحارث بن سريج، حدثنا عبد الله بن نافع، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أثفر فلان امرأته، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كأنه جامعها من وراء لكن في الفرج، فاستنكروا ذلك. أنزل الله الآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، من قدام من خلف من جنب، المهم في الفرج. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن يحيى أبو الأصبغ قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم، يعني حصل منه وهم، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن يعني قبل الإسلام، مع أهل هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان بأمر وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف أن على جنب، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف أي على جنب، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد يعني في الفرج، أما الدبر فحرام. تفرد به أبو داود رحمه الله، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها مشابهة لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، يعني القرآن كاملا، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن، فذكر القصة بتمام سياقها، يعني كل ذلك مباح إذا كان في الفرج، أما الدبر فحرام. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري رحمه الله. حدثنا إسحاق، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما
إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: يأتيها في هكذا. رواه البخاري رحمه الله، وقد تفرد به من هذه الوجه. قال المعلق: بياض في جميع النسخ. في فتح الباري كذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله: يأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهم، ومستفاد من هامش. على كل حال، إذا كان في الفرج يجوز من قدام ومن خلف من جنب، أما الدبر فهو حرام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا ابن عون عن نافع قال: قرأت ذات يوم: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. على كل حال، الدبر حرام، إنما المراد به في الفرج، من قدام من خلف من جنب في الفرج، أما الدبر فهو حرام. وحدثني أبو قلابة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: في الدبر. وهذا وهم من ابن عمر، الدبر حرام. وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يصح، لا يصح هذا الخبر. وروى النسائي رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، أي ندم، وجداً شديداً، أي ندم ندامة، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث، يعني الله أباح الإتيان في الفرج من أي جهة، أما الدبر فحرام. وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. وهذا محمول على ما تقدم، وهو أن يأتيها في قبولها من دبرها، يعني في الفرج، لما رواه النسائي رحمه الله أيضا عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر رضي الله عنهما عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، يعني نلقيهن على وجوههن ونجامعهن من الخلف، يعني في الفرج. فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتينا على جنوبهن، يعني على جنب. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
يعني من قدام من وراء من على جنب، لكن في الفرج. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه ابن مردوية رحمه الله عن الطبراني رحمه الله عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى كان كاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح أي الدبر ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة غيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك رحمه الله في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله، يعني عن إتيان الدبر وتعاطيه. وقال الحسن بن عرفة رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأت النساء في حشوشهن أي في الدبر، لا يحل مأت النساء في حشوشهن أي في الدبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد ابن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته بدبرها، الدبر حرام. طريق أخرى قال أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحسين الوالبي حدث أن هرمى بن عبد الله الواقفي حدث أن خزيمة بن ثابت الخطمي رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا، لا تأتوا النساء في أعجازهن أي في الدبر، لا يجوز الجماع في الدبر. ورواه النسائي وابن ماجة رحمهم الله من طرق عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي رحمهم الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه، وصححه ابن حزم رحمه الله أيضا، ولكن رواه النسائي رحمه الله عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في الدبر، أن اللوطي والذي جامع في الدبر يجامع المرأة في الدبر لا ينظر الله إليهم، وهذا وعيد شديد، فلا يجوز إتيان المرأة في الدبر. وأما اللواط فهو أشد، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر؟ إسناد صحيح، يعني هذا كفر والعياذ بالله. وكذا رواه النسائي رحمه الله من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها
هي اللوطية الصغرى، يعني مثل عمل قوم لوط. وعمل قوم لوط جريمة، أهلك الله قوم لوط. فإتيان المرأة في الدبر لوطية صغرى وهو حرام. فقال عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثني هدبة، حدثنا همام، قال: سئل قتادة رحمه الله عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني إتيان المرأة في الدبر شبيه بعمل قوم لوط وهو من المحرمات. قال قتادة: وحدثني عقبة بن وستاج عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر، عمل قوم لوط؟ وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قوله، وهذا أصح والله أعلم. وهكذا وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا من قوله. طريق أخرى: قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد ابن العم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين. الفاعل والمفعول به، يعني اللوطي الفاعل والمفعول به، والناكح يده، أن الذي يلعب بذكره ويخرج المني، وناكح البهيمة الذي يأتي البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها الذي يجامع المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، الزاني بزوجة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه. ابن لهيعة وشيخه ضعيفان، في سنده راويان ضعيفان. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق. فالدبر حرام. وأخرجه أحمد أيضا رحمه الله عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به، وفيه زيادة، وقال: هو حديث حسن. ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والصحيح أنه علي بن طلق. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. فالدبر حرام، لا يجوز أبدا. وحدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله من طريق سهيل، وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله من طريق سهيل. وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. واللعن هو الطرد
عن رحمة الله، نعوذ بالله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من طريق وكيع رحمه الله به. طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: أخبرنا أحمد بن القاسم الريان، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له، قال حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه. طريق أخرى رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى النساء بأدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام أي فيه ضعف، والله أعلم. طريق أخرى رواها الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي رحمه الله: ضعف البخاري رحمه الله هذا الحديث، والذي قاله البخاري رحمه الله في حديث حكيم الأذرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي رحمه الله من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ رحمه الله: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط، يعني بعد ما اختلط حفظه. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، انتهى كلامه. وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر، والعياذ بالله. ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به: من أتى امرأة في دبرها ملك كفرة. هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، يعني من قوله. ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف صح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون. حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع، حدثنا زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد رواه النسائي رحمه الله. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر رضي الله عنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهاد الليثي قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. الموقوف صح. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن، أي في الدبر. وكذا رواه غير واحد عن شعبة رحمهم الله، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي رضي الله عنه، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم، والله أعلم. حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم رحمه الله في سننه: حدثنا أبو مسلم الحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محاش النساء حرام، أي الأدبار حرام. وقد رواه إسماعيل بن علي وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة ابن أبي تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو صحيح.